نسمع اليوم نغمة جديدة. نحن بالمبدأ لسنا ضد من يعود إلى رشده ويقتنع بأن الحل هو حل سياسي بامتياز، ولكن على أن تكون قناعة حقيقية وأصلية وليس ترداد للتغير بالمناخ الدولي الإقليمي والدولي الذي ذهب إلى ما كنا نسميه التكيف مع الواقع السوري والوصول خلال فترة من الزمن إلى الاقتناع بشكل نهائي بالحل السياسي، أي أن القبول بالحل السياسي بالمبدأ هو تقدم خطوة باتجاه الأمام، ولكن مضامين الحل السياسي هي الأهم.